السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله حلقة جديدة متابعينا. اليوم بداية موسم بطولة البحرين الأوتوكروس، الجولة الأولى اليوم إن شاء الله مشاركين بالبي أم بعد ما صلحناه من مشاكل يعني بطولة المملكة السعودية ووصلنا على البحرين، وهلأ إن شاء الله بإذن الله تعالى راح نتوجه للحلبة عشان نسوي التشييك والتسجيل والإجراءات كاملة لنتحضر للسباق. خليكم معنا. حيا الله لأخو المتابعين، وصلنا للحلبة الحمد لله، خلصنا التشيكات، والآن زي ما أنتم شايفين هون قدامنا صفوا السيارات. كل خط عبارة عن فئة، تمام؟ فإحنا اليوم إن شاء الله مشاركين بعدة سيارات بعدة فئات. عنا الإيثرت السودا صلحناها وراح نشيك هلا شو الوضع إن شاء الله، الله ييسر. لكن الفئة اليوم ما شاء الله طحن، يعني شايفين بورشات وشايفين السيارات اللي نازل معنا. برضو بفئة ال ام بي يعني الموديفايد بي، تمام؟ زي ما انتم شايفين لاين السيارات غالبيته 4 سلندر او اقل من 2500 سي سي ومعدلين. مع فئة الام اي مشارك معنا من الجروب الموس الرمادي، ومشارك معنا الزد الفضي ورا. طبعا برضو يعني الام اي موديفايد اي اسمه، وهي فئه مش سهله. الله يعين الشباب ان شاء الله ينبسطوا اول شيء ويكون سيف ويحققوا مركز كويس. اما كالعاده دائما اللي بحب يطلع لنا مفاجات اخونا احمد المصور، ترى هو اللي ماسك كاميرا ومشارك كمان المره هاي على الكيا، برضو فئه ستاندرد بي، وزي ما انتم شايفين 4 سلندر هذا. واحنا بس للشو عشان الجماعة تشوف الام 5، ندخل الام 5 هيك تاخذ لفه لفتين، تمام؟ مع المنافسات زي ما انتم شايفين الار اس تشارجر موستنج الى اخره. احلى ما في الاوتوكروس انك تجي تستمتع وتتنافس مع نفسك ضد الزمن. هلا اللي حيصير كالتالي، يدعو المتسابقين. اهلا وسهلا، متحمسين الشباب. حيدعو المتسابقين انه يمشوا يشوفوا كيف شكل التراك وبعطونا البريفينج وبنبلش بعدين السباق بإذن الله تعالى. Thank you.
جامد وحش اسطوره. الحمد لله انهينا مشاركتنا في الجولة الاولى من بطولة اوتوكروس البحرين، واثنين من الشباب الحمد لله طلعوا بوديوم. ابو محمد جاب مركز ثالث على الفئة اللي هي الانليمتد او سوبر انليمتد، وكنا مبسوطين من اداء السيارة هاي المرة. ما كان في اعطال الحمد لله رب العالمين ولا مشاكل. واحمد المصور برضو اللي ورا الكاميرا جاب مركز ثاني على الفئة تبعته بالكيا بيجاس الستاندرد، ومنقول هارد لك لجهاد وعبد الله، يعني حاولوا بس الفايت كانت كثير قوية، أكثر من 20 أو 25 سيارة والفئة، فكان الوضع كثير صعب، لكن كله انبسط وعم بجهزوا لراوند 2 وإن شاء الله نجيب نتائج أحسن. إذا عجبكم الفيديو سووا شير ولايك وسبسكرايب للقناة وخليكم تابعينا، يعطيكم العافية.